الو. الو. ايه يا غادة؟ ايوه يا امير، احنا مش كنا هنتقابل النهارده؟ اسف يا غادة، والله تعبان جدا من امبارح وما نمتش خالص، فمش هقدر اركز. الف سلامه عليك يا امير. سلام. كل حاجة تمام لحد دلوقتي الحمد لله. يلا بقى، عايزينك تطمنا بالسلامة. ايه ده؟ في ايه؟ ممكن اشوف؟ أليس يا ندى؟ أنا آسف، الظاهر راحت عليا نومة وأنا براجع التقارير امبارح. ايه ده؟ هي المراجعة هتاخد كل الوقت ده؟ ها؟ ما أنا كنت أصلي مستني التحاليل. هي حتى اتفضل. دكتور عمرو بعت لحضرتك ملف المريضه دي، بيقول لك تابع حالتها عشان باباها راجل مهم. البت دي اللي جابها هنا، هو حضرتك تعرفها؟ يلا بقى خفي وقومي بالسلامه علشان محضر لك مفاجاه. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ تأشيرة لندن؟ هتاخدني معاك بجد؟ والله بنهزر. يعني لازم ادخل مستشفى عشان توافق؟ ما قلنا تجيبها بالذوق. ايوه كده، انا اطمنت عليكي. ما دام رجعتي تتلمضي عليا تاني، ورسالك اللي متبري منك ده هقطعهولك. اهون عليك. ايوه كده يا اختي، نزيلي بعينيك الحلوه دي، خليتيني اطلع لك التأشيره، ولما اسافر لندن هتخليني الف معاكي واسيب شغلي. عيب عليك. عملت ايه من غير اليومين دول؟ اوعى تكون خنتني وعرفت واحده. يا بنتي انت مش هتطلعيني من دماغك بقى، دي امك الله يرحمها عمرها ما عملت كده معايا. صحيح، في حاجه عايزه اوريها لك. ايه الرسمه الرقيقه دي؟ مين رسمها؟ مش عارفه، بس بيتهيالي الدكتور اللي كان بيعدي امبارح. الدكتور نهاره اسود ويرسمك ليه؟ ده بتاع ايه؟ مش عارفه. مش عارفه؟ ده انا هطلع عينه. ايه يا ابني انت ملسوع؟ تعبان يا دكتور. كل المرضى بيتألموا بنفس الطريقه. حاول تبقى مريض مختلف. ازاي يعني مختلف؟ يعني بدل ما تقول قول لا مي دو كده. ليه وانا جاي اقدم في معهد الموسيقى العربيه فيها يا دكتور؟ خليك كرييتيف، اسمع كلام الدكتور. احنا بنثقفك يا حبيبي. يا سيدي ثقفني بس بعد ما تعالجني، الحقني. اهدى يا بابا، اهدى. مش عارف انا اهدى في ايه؟ انتوا مالكوا هادين قوي كده ليه؟ يا حبيبي انا طبيب، لازم ابقى هادي. طبيب جراح. قلوب الناس داويها ويا مجراح. ابو وديع حبيبي، انت سلطان المكان. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. ايه يا ابني قول لي اخباره ايه؟ هو ماله يا دكتور؟ نعم؟ هو ماله؟ ماله؟ مالك صحيح؟ لا ابدا، انا جاي اقضي اسبوع الصيف هنا، استاذنك بس كده عشان ابص على البحر. طب معاك مايوله نبعت نجيب؟ لا معايا مايوهات كتير، تحب نرشق لك الشمسيه في السرير ولا حاجه؟ يا ريت وكرسيين والنبي، ده هيعزمنا معاك كمان. انا حبيتكم خالص. يا نهار اسود، يا نهار اسود. ماله منكم انتوا الاثنين؟ والله يا دكتور هي شكلها ارثلاجيا، بس يعني شديده شويه. ارثلاجيا؟ يا نهار اسود. انا هموت ولا هعيش؟ في ايه؟ يا ابني اصبر، انت كده هتموت، اصبر. يا لهوي يا لهوي. قلت لك ما ينفعش تصدم المريض، لازم تجيبها له واحده واحده. هي شكلها كده بس شديده شويه، بس احنا مش عارفين هي مصدرها ايه، يعني هي بتهيألي كده. بتهيألك. انت خريج كليه تخمين قسم متهيألي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الاشاعه بتقول ايه؟ يا دكتور ما مش باين له حاجه يا دكتور. الاشاعه بتقول ايه يا حبيبي؟ اديله الاشاعه والله يا دكتور. اصبر بقى. الاشاعه يا دكتور تقريبا في مفصل ركب على مفصل، فاحنا قدامنا حل من الاثنين، يا اما نشيل المفصل يا اما نشيل الركبه، اخترت ايه؟ مفصل ركب يعني على مفصل. ما انت كده مش عايز تبقى شكلك، وانا جايب لك ظرف الدولاب مخلوعه بقول لك صلحها. عنده حق يا دكتور، عنده حق. احنا اقعد بقى. خد خد يا اللي هتشلني ده، انتوا اللي هتشلوني انتوا الاثنين. ايه؟ اهدى 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 اهدى. اديله كتفاست يا دكتور، اديني كتفاست. ده بتحبه؟ اديله كتفاست. استنى الدكتور بس بس. ايه اللي اديله كتفاست وانت مبسوط؟ اديني كتفاست ايه؟ اي حاجه بديها بالكتفاست. دكتور انا تعبان، ومن ساعه ما جيت هنا ما حدش حط عزم عليا بقرص ريفو. طب خلاص اهدى اهدى، وانت اديني التقرير ده. اديله التقرير. هات هات. بقول لك ايه، بس اسكت. انت بتاع المفصل راكب على مفصل مع نجار. انا بقول لك ايه، تقعد جنبه وتدي له الدواء بتاعه وكنت تتابعه كل 12 ساعه. حاضر. اوكي، وانا هسبقك على المرشد إيه على المكتب. استنى يا دكتور ما تسيبنيش معاك، خليك معايا هنا ما تسيبنيش. انا هديك كتفاست. هتديلي كتفاست؟ طب اديني اديلك ايه يا عم، في تشطان ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ اوف، ليه؟ عشان اشوفك يا بيبي، وحشتني. وحشتك؟ ده انت مخك راح منك خالص يا دكتور. دكتور مجدي بيقول لحضرتك المريض بتاع امبارح جاله انتكاسه وتحول لعمليات. هرجع لك تاني، اتفضلي معايا.